ومن على أرض مدينة المعارض بدمشق، وخلال افتتاح معرض بلدكس بدورته 18 أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على أهمية المعرض هذا العام، كونه يدعم الحصول على مواد البناء اللازمة في ظل العقوبات الأحادية، كما يمهد لمرحلة قادمة لإعادة الإعمار عندما تنطلق بشكل أوسع. افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهير عبد اللطيف المعرض الدولي للبناء بلدكس في دورته 18 وبمشاركة 215 شركة محلية وعربية وأجنبية متخصصة بمواد البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والتبريد وتقنيات المياه والبيئة والحجر والرخام والدهان ومواد العزل وغيرها. هذا المعرض أهميته أنه مع انطلاقة أعمال البناء الحكومية اللي هي حقيقة لم تتوقف خلال الحرب، وهناك بداية لأعمال بناء وأعمال عقارات سواء عن التطوير العقاري أو العقارات الخاصة بكل المحافظات. أهميته أنه يؤمن هذا المعرض التواصل المباشر مع المنفذ للاطلاع على آخر منتجات الموجودة في السوق السورية، ومثل ما شفنا يوجد كل أنواع المواد رغم الحصار ورغم العقوبات الموجودة على سوريا، شفنا انه كل انواع او كل مستلزمات البناء هي موجوده. هي دوماه گذشته این سومین نام خلال الشهرين الماضيين اقيمت ثلاثه معارض في سوريا شاركت فيها شركات ايرانيه بشكل واسع، وخلال هذا المعرض تشارك 27 شركه ايرانيه مختصه في قطاع الانشاء والعمران، وهذا يدل على الإرادة الجادة لدى الإيرانيين للاستفادة من الفرص المتاحة للتعاون مع سوريا من الناحية الاقتصادية. تأتي أهمية المعرض كونه يشكل المنصة المثلى التي من خلالها تستطيع الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد واستثمار الفرص المتوفرة عبر خلق بيئة للتوصل للمنتج الفعال بين جميع الأطراف. 225 جناح اللي شفتوهم هن السوريين اعادوا تشغيل مكاناتهم رغم كل الظروف الصعبه ورغم كل التحديات ورغم معاناتهم بالحصول على موادهم الاوليه ومعاناتهم بمحاولاتهم لتصدير منتجاتهم خارج الحدود ومعاناتهم اللي بالحصول على مصادر الطاقه. كنا نصدر بفترات سابقه لخارج سوريا، الظروف اللي مريت فيها البلد والحصار الجائر وعدم توفر مصادر الطاقة المناسبة أدت شوي لبعض التعثرات، حاليا الحمد لله ورجعنا بقوة. نطمح إن شاء الله بزيادة كمية الإنتاج إن شاء الله بالمحافظات السورية وحتى أن تطلعات على دول الدوار الشقيقة. يشكل معرض بلدكس قيمة رمزية كبيرة وقصة نجاح سورية لها قيمتها الكبيرة في أذهان السوريين، تشير إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل.